بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين. احنا النهاردة هنتكلم عن تجربة الفراخ الصاصو. والفراخ اللي معانا الصاصو ديت عمرها 2 أسبوع. الشروط اللي هي لازم تتوفر عشان تربي الصاصو هي لازم يكون في إضاءة كويسة، ولازم توفر لها علف، ويكون علف يكون تركيز 23، دي في أول مرحلة. ويكون متوفر لهم المية زي ما احنا شايفين كده، ولازم يكون في نظافة باستمرار عشان خاطر لو اختلط الأكل مع البراز بتاعهم ممكن يتسبب بعض الأمراض زي الكوكسيديا، واللي ممكن تبقى على هيئة براز بدم كده، ممكن يسبب يخلي الكتكوت يموت. الساسو ده ميزته ان هو ممكن يربي من 4 ل5 كيلو لحم في خلال مدة من 50 ل60 يوم. وياريت لو هتشتروا الساسو ده تشتروه من مكان يكون مضمون عند اي حد فتح عيادة بيطرية او من وزارة الزراعة، وان شاء الله باذن الله كده كل كام يوم ان شاء الله باذن الله هنزل لكم فيديو عن حجمهم قد ايه، تغذيتهم وهيتغذوا ايه بعد كده. بس اهم حاجه اعملوا لنا سبسكريبشن واشتراك في القناه، وتدوس على زر الجرس.